عام 2019 شهد على أعمال مسرحية متميزة سواء بالكم أو بالنوع، حيث أنتج المسرح القومي مجموعة من المسرحيات بجميع المحافظات السورية. كان لها حضور جماهيري واسع، كما تناول النقاد والمسرحيون في مقالاتهم ودراساتهم. حتى نحكي أكثر عن المسرح السوري بال2019 وكيف بال2020 متوقعين يكون، خلينا نرحب بالاستوديو بالاستاذ جوان جان، ناقد مسرحي ومدير مجلة الحياة المسرحية. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا اهلا وسهلا. وسهلا، يعني يسعد صباحك، كل عام وانت بألف خير. صباحكم خير، اهلا وسهلا. يعني استاذ جوان، خلينا نحكي شوي انه نحن لاحظنا بالسنوات الاخيره نشطت خشبه المسرح جدا، ان كانت من مواضيع اجتماعيه ثقافيه او من وجع الشعب السوري او تفاصيل الحياه اليوميه. صحيح. خلينا نحكي عن عدد المسرحيات خاصه وتحديدا ب 2019 اللي انتجتها طبعا المسرح القومي ومديريه المسارح والموسيقى. طبعا من الصعوبة بمكان حصر أعداد العروض المسرحية التي أهم ما مثلا أنتجتها تماما مديرية المسارح، لأن يعني حركة المسرح في مديرية المسارح متشعبة ما بين دمشق والمحافظات، ما بين المسرح المتوجه للكبار والمسرح المتوجه للأطفال، يعني هناك عروض متنوعة. طبعا كان هناك أعمال متميزة قدمت هذا العام سواء في دمشق أو في بقية المحافظات. عدد كبير من هذه الأعمال استقطب جمهور واسع من المشاهدين، والشيء الحقيقة اللي ميز الحركة المسرحية بالعام 2019 هو الحركة البينية بالعروض المسرحية ما بين المحافظات. يعني مثلا دمشق استضافت عدد كبير من العروض المسرحية من بقية المحافظات، أيضا كان في حركة مسرح تنقل عروض مسرحية بين المحافظات بين بعض البعض. يعني والهدف طبعا هو إتاحة المجال للعمل المسرحي الواحد أنه يتم مشاهدته من قبل أكبر عدد ممكن من الجمهور. يعني على سبيل المثال عندما يعرض عمل في فلنقل في اللاذقية، ربما يكون مثلا عدد المشاهدين 3 أو 4 آلاف، ولكن عندما ينتقل إلى بقية المحافظات يعني تتسع بيزداد. القاعدة الجماهيرية للعمل المسرحي. وبالتالي فإن يعني جهود الفنانين القائمين على هذه الأعمال يعني لا تضيع هباء بمشاهدات محدودة، ولكن يعني هناك توسع في عدد الجمهور. نعم أستاذ جوان، أيضا بعيدا عن النقد يعني خلينا نروح على النجاحات يلي عم تحقق أغلب المسرحيات وأهمية مشاركات أو ترشيح المسرحيات إلى جوائز أو إلى مشاركات واسعة النطاق. خلينا نحكي عن هي النقطة، قديش الاهتمام مركز أيضا على المسرح وخشبة المسرح. طبعا تواجد المسرح السوري بالملتقيات المسرحية العربية قديم، يعني منذ أن انطلقت المهرجانات المسرحية العربية في سبعينيات القرن الماضي كان التواجد السوري دائم في هذه المهرجانات. وطبعا أذكر في المقدمة منها وأعرقها ربما مهرجان قرطاج المسرحي في تونس، أيضا مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر في مصر، ومهرجانات المسرح العربي التي تقام بشكل دوري ما بين الدول العربية. ومطلع العام القادم يعني بكانون الثاني حينطلق بعمان العاصمة الأردنية مهرجان المسرح العربي، حيشارك فيه عملين مسرحيين من سوريا، مسرحية كيمياء للمخرج الدكتور عجاج سليم، ومسرحية 3 حكايا للمخرج الفنان أيمن زيدان. يعني هذا التواجد الحقيقة عم يكون بشكل دائم بالمهرجانات والملتقيات المسرحية العربية. نعم أستاذ جوان، يعني يمكن لاحظنا عدد من نجوم الدراما اتجهوا للمسرح، كثير من مثل الفنان الكبير أيمن زيدان اللي كمان كان نشط على خشب المسرح، وكثير من التجارب الشابة اللي دعمها كمان نجوم من الدراما. صحيح. فاحكي لنا عن أهم نجوم الدراما اللي شاركوا هالسنة بعروض مسرحية. طبعا الفنان اللي ذكرتيه كمثال، الفنان أيمن زيدان، هو لم يبتعد أبدا عن المسرح. يعني حسب معلوماتي هو موجود على خشبة المسرح كممثل أولا ومن ثم كمخرج منذ ثمانينيات. يعني هو نعم. في المسرح الشبيبي ثم في عروض مديرية المسارح،
طبعا بالإضافة للعديدين يعني الحقيقة من الفنانين الذين ظلت علاقتهم متينة بالمسرح، ولكن ليس بالضرورة يعني كل عام تكون لهم إطلالة، ربما كل عامين أو ثلاثة. يعني في السنوات الأخيرة مثلا كان هناك عودة للفنان غسان مسعود كمخرج مسرحي من خلال عمل مسرحي قدم قبل حوالي عامين، وهو الآن بصدد أيضا التحضير لعمل مسرحي جديد. هناك الكثيرون الحقيقة، يعني أيضا الفنان جهاد سعد لم ينقطع عن خشبة المسرح، ربما في السنوات الأخيرة انقطع قليلا بسبب السفر ويعني أمور أخرى، ولكن بالعموم يعني معظم الحقيقة فنانين نجوم الدراما أيضا ما زالت علاقتهم قوية بالمسرح ويتحفون بين الحين وآخر بأعمالهم منلاقي المسرحية. للمسرح عند كل فنان له عشق خاص، يعني صحيح خشبة المسرح طبعا إلى وضع الخاص بقربة من الناس بشكل أكبر. مع انتهاء عام 2019 ومع عودة قلق المسرح من جديد إلى الشارع السوري وإلى متابعينه ومعجبينه أيضا، اليوم شو هي يمكن أبرز الثغرات يلي بنتمنى أنه نتجاوزها مع الأيام اللي جاي، وخصوصا أنه داخلين على عام جديد؟ طبعا المشكلة الأساسية بالمسرح السوري مو من الآن، يمكن من الستينات أو من السبعينات، هي موضوع المكان. يعني وجود مسرحين لتقديم الأعمال المسرحية ضمن خلينا نقول إطار مديرية المسارح غير كافي. يعني نحن بحاجة إلى منصات عرض متعددة، لأنه في عندنا أنواع مختلفة من المسرح الآن. في المسارح ذات الطابع التجريبي اللي يمكن بدها أماكن عرض شوي صغيرة تكون جمهور محدود، عندنا أعمال مسرحية بتعتمد على المجاميع، هي بحاجة إلى منصات أو لصالات عرض مسرحية واسعة. وأنا يعني أكثر من مرة أشرت إلى أنه في بدمشق يعني عدد كبير من الصالات المغلقة الحقيقة، اللي هي كانت بالأصل صالات سينما والآن من 10 أو 20 سنة مغلقة، ويعني لا يتم يعني افتتاحها استثمارها أبدا لا من قبل أصحابها ولا من قبل الجهات الأخرى. هي الصالات مثل ما يعني بزمان نساوي بمسرح الحمراء، اللي هو كان مسرح وتحول لصالة، كان سينما وتحول لصالة مسرح. الآن يعني في عندنا كثير صالات مؤهلة إنه تكون صالات عرض مسرحي بامتياز. شو هي الخطط يمكن اللي راسمينها أو يمكن محضرينها للعام 2020؟ يعني في أكثر من عمل مسرحي الآن بصدد التحضير له للعام الجديد. في عنا مشروع دعم مسرح الشباب اللي ترعى مديرية المسارح والموسيقى من حوالي 3 سنوات، الآن يعني قريبا جدا حيتم الإعلان عن الأعمال اللي حتقدم ضمن هذا المشروع بالعام 2020. أيضا حاليا بالعطلة الانتصافية يعني يقام مهرجان مسرح الطفل في دمشق وفي معظم المحافظات، العروض مستمرة حتى نهاية العطلة الانتصافية. نعم وأيضا المهرجانات المسرحية اللي ترعاها أيضا مديرية المسارح سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع نقابة الفنانين. نعم نحن بنتمنى لك سنة جديدة مليئة بالنشاطات الحلوة المسرحية، وينعاد عليك إن شاء الله بألف خير. شكرا شكرا، كل سنة وأنت سالم. أنتم بخير، أهلا أنتم وسهلا بخير، فيك. يا هلا، كل سنة وأنت سالم أنتم أستاذ، بخير، شكرا، ومسرحنا بألف خير إن شاء شكرا الله، هيك لكم، من شكرا نجاح لكم أنتم، لنجاح. شكرا لوجودك شكرا معنا. لكم.